هذا البرنامج برعاية اهلا بيكم معانا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم بنتكلم مصر. حلقتنا النهارده حلقه خاصه ومختلفه جدا، فتخيلوا حضراتكم ان الصخور بتتكلم معاكم، بتحكي لكم تاريخها واسرارها والتغيرات اللي شافتها والاحداث اللي مرت عليها. تخيلوا انها ممكن تشتكي لكم او تحذركم من مخاطر او تمنحكم ثروه كبيره. الصخور ليها لغه خاصه جدا بيفهمها ناس متخصصه عندهم خبرات كبيرة ورؤية مختلفة. أعزائي المشاهدين، خلونا نتعرف أكتر على لغة الصخور من ضيف حلقتنا النهاردة، ولكن بعد الفاصل استنونا. هذا البرنامج برعاية رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ويسعدنا أن يكون معنا الجيولوجي والعالم الكبير دكتور محمد الجزار، الخبير بالأمم المتحدة وعضو رئيسي بجمعية الجيولوجيين الأمريكيين وجمعية مهندسي البترول الأمريكية وأكاديمية العلوم بنيويورك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا حنان، اتفضل. في البداية دكتور، عايزين نعرف إيه موضوع لغة الصخور؟ هو لغة الصخور معناها أن الصخور دي حاجات عملها الطبيعة، فبالتالي الطبيعة دايما ليها طريقة في الكلام، سواء بشكل الصخور بنوايا الصخور. فأنا فكرت في ان ده الموضوع دوت لازم يترجم لحقيقة، فعشان كده عملت اللي هو السايد بتاعي ان هو كلام الصخور، لان الصخور في حد ذاتها من الحاجات اللي هي بتدي شكل معين للطبيعة بتشتغل ازاي، زي اشكال البني ادمين، زي اشكال اي حاجة. فهتلاقي كتير قوي تشابه جدا بين فن الصخور وفن الانسان مع الطبيعة. فعشان كده انا سميت البرنامج بتاعي او السايت بتاعي كلام الصخور.
تمام. والصخور ممكن تحذرنا ازاي لو في مخاطر؟ طبعا هو مش الصخور، هو التركيبات اللي هي في الارض هي اللي بتحذرنا. طبعا نواعي الصخور برضو بتخش، نواعي الصخور زائد التركيبات اللي موجوده في الارض بتحذرنا من المخاطر اللي ممكن يقع فيها الانسان. وده موجوده، يعني اللي هي الفوالق اللي موجوده دي ازاي بتتحرك، القشره الارضيه دي بتتحرك ازاي. فده يعني يهمنا كمان، يهمنا في الوقت نفسه اللي هو طبيعه الفوالق دي زائد طبيعه الصخور دي، لان ممكن الصخور دي تبقى نوعيه مدمره، ممكن ما تكونش نوعيه مدمره، فعشان كده الاثنين مع بعض بيكملوا بعض. طب دكتور محمد، انا مش دارسه علم جيولوجيا، ازاي اقدر اقيم صخره معينه واكتشف المعلومات الجيولوجيه اللي بتحتفظ بيها؟ هو ابتداء من انك لازم تعرفي ان الصخور على الارض ثلاث انواع، يا اما صخور رسوبيه يعني مترسبه تحت الميه، يا اما صخور ناريه طالعه من بطن الارض، ان في بينهم حاجه اسمها صخور متحوله اللي هي بين الاثنين. طبعا للشخص العادي مش هيقدر يعرف، لكن شخص يعني محترف شوية يقدر يعرف، بس برضو ما بيقدرش يجزم إلا بعد ما عمل تحليلات معينة وكلام زي ده، يعني صعب إن هو يجزم، لكن هو يقدر يقول من الشكل الظاهري. لأن احنا بالنسبة للصخور بنعمل حاجة اسمها في وصف الصخور، بنعمل حاجة اسمها يعني الوصف الظاهري للصخور، اللي هو درجة الصلابة بتاعتها، الألوان بتاعتها، المسمية بتاعتها، كل الكلام ده بيتعمل، ده الشكل الظاهري. عشان نحدد بقى النوعية بالظبط بتتعمل تحاليل كتيرة جدا قبل ما نعرف النوعية ايه هي بالظبط. لكن الصخور كلها يعني ممكن من الشكل الظاهري ممكن تتعرف، لكن في صخور صعب ان انت تعرفيها من الشكل الظاهري بس، فلذلك بتلجئي لانك تعملي تحاليل كتيره جدا. نرجع بحضرتك شوية لورا وناخد نبذة عن دراسة حضرتك ورحلتك مع الصخور والحفريات. هو الحقيقة أنا ابتديت بعد ما اتخرجت من الجامعة، رحت اشتغلت جيولوجي في الواحات البحرية، على الحديد بتاع الواحات البحرية، وده كان المدخل بتاعي بتاع الجيولوجيا، بحيث إن أنا كنت فعلا اهتميت قوي بالموضوع دوت، ولقيت انه موضوع شائك جدا، لان الشغل كان في الواحات البحريه كان في الفيلد في الصحراء، ما هوش موجود في مكتب. هو في فرق بين جيولوجي مكتب وجيولوجي صحراء، كتير قوي جيولوجيين قاعدين في المكاتب. لكن الفتره اللي انا قضيتها في الصحراء في الواحات البحريه خلتني حسيت بقيمه الصخور. فجيت شركه بان امريكان للبترول طلبتني ان انا اشتغل معاها في مصر، اشتغلت معاهم شويه، قالوا لي طب ما تيجي تشتغل معانا في امريكا. رحت معاهم نيويورك، اشتغلت معاهم في نيويورك شويه، اشتغلت في شركه اسمها يونيون كاربايد. يونيون كاربايد دي شركه اصلا هي بتاعت بطاريات وحاجات بالشكل ده، لكن قررت انها تشتغل في البترول فاشتغلت معاهم فتره. من زياراتي بقى المختلفه في العالم كله، فلقيت ان الـ يعني الناس بتهتم جدا بالارض اكتر من بالثروات الطبيعيه، كده بالثروات الطبيعيه والارض، الارض اللي عايشين عليها. فلما جيت مصر لقيت، طبعا لفيت في مصر كتير، لقيت ان في ثروات طبيعيه كلها مهدره بتستعمل غلط، فحبيت ان انا اجمع الصخور دي
واوري ان الصخور دي ليها كيان، يعني ما هياش حاجه عباره عن حته حجر، يعني اي حجر بتلمسيه في الشارع عمره لا يقل عن 20 مليون سنه او 30 مليون سنه. عشان كده جت لحضرتك فكره المتحف؟ فكره المتحف علاوه على اني طبعا شفت في كذا دوله رحتها ان ناس جيولوجيين كتير عاملين متاحف ومتاحف في بيوتهم، لان بيعتبروا ان الارض دي هي الحاجه الرئيسيه، هي الام بتاع وجودهم يعني. بس فعملت المتحف ده اللي هو اجمع فيه صخور من جميع الانواع، من هي من الرسوبيه للي هي الناريه اللي من الارض من باطن الارض للمتحوله، وفي الوقت نفسه جمعت صخور بالنسبه للاشجار المتحجره، النخل المتحجر، الثمار المتحجره. فيعني حسيت ان ده عمليه لازم الناس تفهم ان الصخر ده لا يقل قيمه عن الاثار، يعني لازم يتعامل ثروه مهمه جدا. واحنا في مصر احنا الثروه الطبيعيه بتاعتنا يعني حوالي 85% من الثروه الطبيعيه بتاعتنا صخور رسوبيه كلها، اللي هي احجار جيريه والحاجات دي. فمن هنا حسيت ان ده موضوع لازم يعني يتصعد. حاولت طبعا حاولت اعمل اكاديميه لعلوم البيئه في محافظه الوادي الجديد من فتره، طبعا بحاول، لكن يعني محاولات كلها يعني مش مضايقاني ان انا ما نجحتش فيها، لكن اللي نجحت فيه ان انا قدرت اجمع الصخور ديت. انا القطع اللي جمعتها اصلا لان انا موجود في منطقه اللي هي منطقه الاهرامات، فيها منطقه مهمه جدا اسمها هضبه ابو رواش، دي من الحاجات اللي بتدرس عالميا، لان فيها صخور من عمر 200 مليون سنه لصخور حديثه جدا جنب بعض، طبعا ما تتشافش من على الارض، لازم حد يحفر ويشوفها من تحت. وبعدين فيها حاجات، فيها جبل احمر ده فيه حديد، نوع من الحديد، اكسيد الحديد، في تل الزلط، في محميه طبيعيه اللي هي محميه الحسنه دوم، محميه الحسنه دي طبعا ده حاجه ما حصلتش. فيها ايه بقى؟ دي فيها نوع زي بركان خامد، ودي فيها انواع من الصخور عمرها من عصر الأوليوجوسين، الأوليوجوسين ده عمره بتاع حوالي 28 مليون سنة، فالبازلت طلع في المنطقة من 28 مليون سنة مغطي المنطقة دي. طبعًا المحمية دي ما حدش من المصريين بيروحها لأنها تقريبًا انتهت، بقت نص كيلو في نص كيلو، رغم إنها كانت حوالي 100 كيلو تقريبًا متر مربع. في طبعًا لقيت طبعًا في الأشجار المتحجرة في منطقة حي الأشجار. فالمنطقة غنية بالصخور، ده كان أول حاجة جمعتها في المنطقة. وبعدين طبعًا سافرت كتير في مناطق كتير في مصر، يعني مرسى علم، شلاتين، حلايب، وادي الجمال، طبعًا الغردقة، كل المناطق دي سافرت فيها. فكنت بكل ما بروح حتة بجمع صخور منها، يعني قطع صغيرة. وطبعا أهم حاجة عندي إن أنا لما بجيب الصخر بحط اسمها اللوكيشن بتاعها، يعني جاية منين واسمها إيه، ولو احتاجت إن أنا يعني أحللها بحللها على حسابي، على أساس إن أنا أبقى مطمن هي إيه بالظبط، لأن ممكن أو أنت تبقى ماشية يعني منطقة اسمها نخل، دي في سينا، نخل ديت أول صخر نيزك نزل فيها اسمه نخولايت، ده ما تعرفيش هو فين دلوقتي.
في منطقة اللي هي منطقة جبل كامل عند الحدود بين مصر والسودان وليبيا. منطقة جبل كامل دي منطقة فيها اللي فيها ضرب الأربعين وفيها جبل العوينات، تلاقي هناك نيزك اسمه الكاماسايت، ده موجود هناك، ده انتهى تماما، رغم ان هو في طبعا في الجلف الكبير اكبر قطعة نيزك واقعة في منطقة الجلف الكبير اللي هي موجود بيكسروا منها وبيشيلوا منها. دي من اكبر كمية، اكبر قطعة نيزك على الارض، مغطية حوالي 16 كيلو متر مربع تقريبا. طبعا الاجانب بيروحوا هناك يكسروا وياخدوا منها حتت. في حاجات في مصر كتيرة جدا المصريين مش عارفين، يعني مش حاطينها في بالهم ان هم يشوفوها يعني. فطبعا الصخور اللي هتشوفيها كلها من كل انحاء مصر. للاسف في ناس كتير مش بتفهم ان الصخور دي ليها قيمه. ليها قيمه، يعني انا كاتب حاجه اسمها ثقافه الزلط. الحقيقه اللي خلاني كتبتها واحد صيني. يعني صيني جه هنا قال لي يعني ازاي المصريين بيتعاملوا مع الزلط بالطريقه دي؟ رغم ان الزلط ده يعني حجر كريم جيم ستون. والمفروض يتعاملوا بيه بطريقه تاني خالص. يعني الحقيقه الاشجار المتحجره الصينيين بيعتبروها سر الحياه. يعني لو تشوفي الصينيين بتتكون ازاي الاشجار المتحجره؟ الاشجار المتحجره بتتكون دي الغابات، غابه عاديه بيطلع من باطن الارض سولوشن بدرجات حراره عاليه جدا بتتحرق في غياب الاكسجين. لو في اكسجين هتبقى فحم، تبقى الخشب يبقى فحم. في غياب الاكسجين بتتحول للي هي للمعادن دي كلها. هي بتاخد وقت قد ايه تتحول من شجره عاليه لشجره ده لازم تبقى نقول عليها انستنتينيوس، لازم تبقى على طول، والا لو وقفت شويه تبوظ. يعني في عالم قاعد يشتغل 20 سنه عشان يقدر يحول الشجره لصخر متحجر، ما عرفش الا الجزء اللي جوه خالص، ما قدرش يعرف بقيه، ما قدرش يقدر يعمل بقيه الاجزاء. الطبيعه لان واضح ان ان درجات الحراره العاليه اللي طالعه من باطن الارض دي هي اللي عملت يعني ملهاش وقت معين عشان تتحول من شجره عاديه لشجره. ممكن تطلع في اي وقت، ممكن تطلع في اي وقت. يعني دي بتطلع نتيجه انت عارفه ان القشره الارضيه سمكها من 20 ل 70 كيلو متر. القشره الارضيه دي فيها صفايح، الصفايح دي ممكن تتحرك، فلما تتحرك تبعد عن بعض تطلع الحاجات اللي في باطن الارض دي. درجات حراره عاليه جدا وضغط عالي جدا، ده ممكن يحول اي حاجه يعني لحاجه تانية خالص. ودي طبعا بتبقى ناتج عنها الفوالق اللي موجوده، يعني اللي موجوده عندنا في مصر. دكتور محمد، حضرتك اخذت وقت قد ايه عشان تجمع محتويات المتحف؟ انا شخصيا مش فاكر، لكن انا اثينك انها من التسعينات، انا ابتديت اجمع من التسعينات. هي هل كلها من مصر ولا في من كلها؟ لا، في حاجات من بره كتير، حاجات من بره كتير، وانا متواصل مع متاحف كتيره، متحف في اريزونا، متحف في روسيا، متحف في بولندا، بتعامل معاهم ان هم بيبعتوا لي. ايه اهم قطعه موجوده في المتحف يا دكتور محمد؟ وهي ليه مهمه؟ والله انا بعتبر كل قطعه عندي هنا مهمه جدا جدا، يعني ابتداء من حته الحجر الجيري لحته الكالسايت. طبعا الناس هنا بتحب قوي اللي هي الاحجار الكريمه، رغم ان الاحجار الكريمه يعني دي حاجات بتبقى موجوده في اي حاجه، يعني ما هيش مشكله. لكن انا عندي، يعني انا جامع مثلا احجار اللي هي البقايا بتاع اللي كانوا بيبنوا منها الاهرامات، اللي هي الحجر الجيري بتاع هضبه الهرم دي، انا بعتبرها ثروه، لسبب الاجانب لما بيجوا
بيعملوا الاتي، بيقولوا لي اقطع لنا حته عشان ياخدوها يحطوها عندهم، لان ده نوعيه من الحجر الجيري مش موجود في اي حته في العالم. بالظبط. طب ايه الفكره الاساسيه اللي بنقسم من خلالها الصخور يا دكتور محمد؟ ما هو الصخور النصبيه اصلا دي صخور بتبقى مترسبه تحت الميه، وعباره عن احياء مائيه ماتت، والصخور وهو الميه ماشيه، المحيطات ماشيه بتنحت في الصخور الارضيه فبتعمل الطبقه دي. الصخور الناريه اللي بتطلع من بطن الارض زي الحديد مثلا بيطلع من بطن الارض. احنا بنقسم المعادن زي الصخور نفس التقسيمه ولا ليها طريقه مختلفه؟ عندنا نوعين، عندنا حاجه اسمها الستون روكس اللي هي الصخور الحجريه اللي هي الرسوبيه، وعندنا حاجه اسمها الميتاليك او الصخور المعدنيه. الصخور المعدنيه حاجه والصخور الرسوبيه حاجه تاني. الصخور المعدنيه عباره بقى عن اكاسيد الحديد، اكاسيد النحاس، اكاسيد الرصاص، اكاسيد الزنك، كل دي صخور معدنيه. في فرق بين دول ودول. وطبعا في الصخور المتحوله زي المايكا شيست اللي هو، انا بقى عملت حاجه طبعا حبيتها من بره، ان هم الناس بيجلدوا البيوت بتاعتهم او المناطق بتاعتهم او من بره بيجلدوها بالصخور دي، الصخور اللي هي من المنطقه. هتلاقي في مناطق كتيره متجلده بنوعيات من الصخور. يعني انت هل تخيل ان البازلت جميع الوان؟ يعني البازلت مش اسود بس، لا هو الوانه ممكن في بازلت احمر، في بازلت عسلي، في بازلت اسود. فدي حاجات هم بيحبوا الصخور ده، ان هم ما بيحطوش اللي هي الدهانات وبتاع، بيحطوا الحوائط بتاعتهم من الصخور دي. بتدي شكل جمالي برضه. بتدي شكل جمالي. طبعا اكيد. طب انواع الحفريات ايه دكتور محمد؟ الحفريات طبعا الحفريات مهمه جدا، هي اصلا اللي قدرنا نكتشف بيها عمر الارض. احنا طبعا اقدم حفريه اكتشفت على الارض اسمها ترايلوبايت. حكايتها ايه ترايلوبايت؟ عمرها 570 مليون سنه. ده واحد بولندي عنده متحف في بولندا بعت لي واحده منها هنا، ودي اقدم حفريه على وجه الارض. طبعا في حفريات، في طبعا الحفريه اللي هي زي البيكتن دي اللي هي بتاعت شيل، شركه شيل عاملاها. في حفريات كتيره، هتشوفي انواع حفريات هنا كتيره. في دكتور محمد، ايه اشهر الحفريات المكتشفه في مصر؟ اشهر الحفريات اللي اكتشفت في مصر في الفيوم، في منطقه جبل اطراني. ده المنطقه بتاع جبل اطراني دي من المناطق اللي هي يعني اعتبرت ان هي تاريخ ولاده افريقيا، لانه كانوا العالم كله كان فاهم ان افريقيا ما كانش فيها بني ادمين، انما المنطقه دي يعني الحفريات اللي فيها اثبتت ان كان في بني ادمين في افريقيا. طبعا جبل اطراني ده اللي اكتشفه واحد اسمه هيوم سنه 1896 تقريبا. فبيسال الجماعه العرب ايه ده، قالوا له ده زي الاطران فسموه جبل اطراني، لكن هو بازلت هناك. طبعا المنطقه هناك فيها بركان، دي من المناطق اللي هي المفروض تبقى فيه محميه طبيعيه في المنطقه دي. في طبعا وادي الحيتان هناك. في طبعا اكتشف اللي هو اليونيكورن اللي هو وحيد القرن الموجود هناك، طبعا ده المفروض يبقى محطوط في المتحف. السلاحف اللي هي اللي عمرها في حدود 150 مليون سنه موجوده هناك. هل الديناصورات عاشت فعلا على ارض مصر؟ طبعا انا عندي حتت من اللي هي البونز اللي هي الفيرتيكال اللي يعني الفيرتبرا اللي هو العمود الفقري، جزء من العمود الفقري. طبعا الديناصورات موجوده. في مناطق عندنا كتيره فيها الحاجات ديت. يعني اعزائي المشاهدين، فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور محمد الجزار.
هذا البرنامج برعاية رجعنا لحضراتكم مرة تانية نكمل كلامنا مع دكتور محمد الجزار. دكتور محمد، هل المتحف مفتوح للزوار؟ طبعا اي حد وبدون فلوس. يعني المتاحف اللي بره كلها في ادميشن فيز، انا ما عنديش ادميشن فيز وبحاول ان اي حد يجي، يعني نفس المصريين يجوا يتفرجوا. يعني الاجانب يجوا اكتر. الاجانب يعني انا يعني معايا شغل مع الانجليز بيجوا هنا دايما، الطلاينه بيجوا، الالمان بيجوا، طبعا الصينيين دول ما مش ساكتين عني ابدا، دايما يجوا، وبالتالي فتحوا فندق جنبي هنا على طول. يعني الحقيقه الناس دي انا بقدرهم جدا، بقدر الناس دي بشكل غريب، لانه بيعتبروا الارض دي يعني هي سر الحياه، وان من غير ما تعرفي الارض ما تعرفيش تعيشي صح. يعني هي دي الكلمه بتاعتهم يعني. طب ايه اقوى تعليق جه لحضرتك من الضيوف ومش ناسيه؟ لا، ما انا قلته قبل كده، بس حرام، اتنين صينيين داخلين، واحد بيتكلم عربي اللي هو بيترجم، والتاني ما بيتكلمش خالص بيسمع. وبعدين بعد ما مشي كل شويه يقول كلمه صيني كده وبتاع، في الاخر بصيت لقيته راح ماسك ايدي وعايز يبصها وبيقول لي انت عالم كبير. قلت له ما انت بتتكلم عربي يا عم، في ايه بالظبط يعني؟ فعجبني جدا الفكره. وبعدين وهو ماشي فشاف حته الزلطه، بكام دي؟ قلت له لا مش بكام. راح مطلع لي 100 دولار. قلت له ما ببيعش الحاجات دي، اتفضل خدها. فالناس دي بتقدر الحاجات دي جدا يعني بشكل غريب. يعني انا بستغرب يعني بيشوفوه ازاي الاجانب، بيقولوا لحضرتك عليه ايه؟ لا الاجانب طبعا يعني انا ممكن اوريكي حوارات معايا مع الاجانب، بيتكلموا كلام يعني حاسين ان في ناس بتقدر تقدر الحاجات دي، ومش يعني مش بيحسوا ان لازم الحاجات دي تتكرر كتير. Thank you.
طب دكتور محمد، ايه مدى شهرة المتحف عالميا؟ هو طبعا السايت بتاع اللي هو توك اوف ذا روكس على جوجل مخلي العالم كله بيشوفه، يعني بيخش لي من امريكا حوالي 10,000 واحد في الشهر تقريبا، بيخش لي من اوكرانيا، بيخش لي طبعا من مصر، بيخش لي من كل دول العالم ناس، فده اللي بيشجعني الحقيقه. والتعليقات بتبقى ظريفه جدا بحبها يعني. اظرف تعليق سمعته لان دخل حد على انا كاتب مقاله اللي هي اسمها اللي هي نايل ريفر اللي هو نهر النيل، هم بيكتبوها بالانجليزي ريفر ناين لكن هي نايل ريفر، اتس نايل ريفر، اي زي اليلو ريفر، زي مسيب ريفر، زي اي ريفر. فالمهم انا كاتب في المقاله اللي هو قاله هيرودوت عن النيل، فلقيت التعليق جاي لي بيقول لو هيرودوت كان عايش لما يشوف النيل اللي انت كاتبه عن النيل دلوقتي كان زمانه انتحر، لان النيل دلوقتي فدي عجبتني جدا الحكايه دي، لانه فعلا النيل مش مهمش، مجهل تماما. يعني تخيل النيل ده ما تعملوش تشارتنج، يعني ما تنظفش من ايام ما ابتدى تقريبا، يمكن القدماء المصريين كانوا هم احسن ناس بيتعاملوا مع النيل، احنا بنتعامل معاه بطريقه كانوا بيرموا له عروسه كمان. لا ده انا كاتب ان النيل في مرحله ريفنج، مرحله انتقام من المصريين، لان النيل لما كان يعني كان قوي وعامل، دلوقتي هو متراجع وفي مرحله ريفنج عايز ينتقم، لان لما اسمع ان النيل كله عند المعادي بقى لونه بني عشان مش عارف ايه الايام اللي فاتت ديت، يعني ما احنا ما بنحافظش على النيل اللي هو اهم ثروه عندنا، يعني هي دي من الحاجات المفروض اللي تحافظ عليها. تمام. طب دكتور محمد، ايه هو الكهرمان؟ الكهرمان ده ريزن، ده نوع من الغيره بتفرزه انواع نوع من الشجر، ده اللي هو الشجر اللي هو اسمه الكاسيا او الاكاسيا، نوع قديم جدا، ده بيبقى ليه ريحه او ما ليهش ريحه، لكن هو سمغ. مكوناته ايه؟ بيتكون من ايه؟ هو سمغ بتفرزه الشجره، نوع من السمغ بتفرزه الشجره. هل بيعتبر من الاحجار الكريمه؟ هم بيعتبروهنا من الاحجار الكريمه. طب حضرتك ممكن تكلمنا اكتر على الاحجار الكريمه وانواعها؟ لا، الاحجار الكريمه كتيره جدا جدا. يعني انت عندك نمسك مثلا الحجر الجيري، ايه الاحجار الكريمه بتاعته؟ مثلا الكوارتز، اللي هو الكوارتز زي الزلط، الاحجار الكريمه بتاعته، يعني كل صخر في منه بيعمل احجار كريمه. يعني مثلا اديكي مثل بسيط، الجبسم ده اللي هو الجبس، ده في حتت معينه تلاقيه زي حجر كريم وممكن يستعمل زي حجر كريم. الكالسايت اللي هو برضو الحجر الجيري تلاقيه منه زي حجر كريم. كتير. الالاباستر، كل ديت. نمسك مثلا حاجات يعني زي اللي هي الزلط ده طبعا كوارتز، كوارتز يعني ثاني اكسيد السيليكون، سيليكون دايوكسيد. في كله احجار كريمه، في الجاسبر حجر كريم، في الاجيت اللي هو العقيق حجر كريم، في اللي هو الاوبال حجر كريم، في الكالسيدون حجر كريم، كل دي احجار كريمه من الزلط. طبعا انا كنت شرحت لك ان في علاقه بين الزلط والطفله او الطينه، هي ده، هما الاثنين من نفس التركيبه يعني. انما الاحجار الكريمه كتيره جدا، يعني صعب ان الواحد يقولها يعني. طب عندنا منها ايه في مصر يا دكتور محمد؟ يعني نتكلم حتى على اللي موجود في مصر. اللي موجود في مصر طبعا اللي هو مشهور جدا في سيناء، اللي هم بيسموها وادي الفيروز او اسمها ارض الفيروز، اللي هو التركواز. التركواز طبعا الناس مش عارفينه، التركواز ده عباره عن فوسفات، وهو اللون الازرق ده بياخده، هو طالع من الارض بيخش على الفوسفات فبيعمل التركواز. في عندنا طبعا حاجات كتيره في مصر. حضرتك عندك منها عينات هنا في المتحف؟ عندي منها التركواز، عندي منها عينات من السدرايت، عندي عينات كتيره من الاحجار الكريمه بتاعت مصر.
تمام. كنا سمعنا ان حضرتك عامل نماذج صغيره شبه الهرم الاكبر، ممكن تكلمنا عنها شويه؟ لا، الحكايه ان الشوارع عندنا هنا في منطقه حدائق الاهرام، الشوارع تحت كان فيها بولدز او احجار صخور من الصخور اللي هي بتاعه الهضبه، فانا جمعت الصخور دي من الشارع اللي هم بيرموها دلوقتي وعملت منها شكل هرمي. ده كل القصه يعني، من لان هو نفس الحجر بتاع الهرم. دكتور محمد، ايه هي الفوالق؟ الفوالق دي اللي هي القشر الارضيه، بيحصل بيبقى فيها فوالق بينها وبين بعض. الفوالق دي طبعا انواع كتيره جدا، وفي انواع منها في منتهى الخطوره. فالفالق عباره في حاجه اسمها الصدعه العليا والصدعه السفلى. فالفالق ده بيشكل مشكله في المنطقه اللي هو موجوده فيها الفالق، على اساسه ان هو ممكن يسمح لحاجات من بطن الارض تطلع وتطلع على هيئه براكين او زلازل او فالفالق مهم. ده ممكن يكون حاجه كويسه وممكن يكون حاجه وحشه في نفس الوقت. ان الفوالق عندنا في مصر ما هي مهمشه تماما. عندنا فوالق كبيره في مصر، منها الفالق الكبير اللي هو بتاع كلبشه اللي قدام السد العالي، منها عندنا الفالق بتاع ابو رواش من الفوالق الكبيره برضو، عندنا الفالق بتاع اللي هو المقطم ده من الفوالق اللي هو عمل مشاكل كتيره جدا في المقطم. فيعني الفوالق دي يعني ممكن تسبب كوارث، ولذلك انا دايما بقول ان يعني دوله زي امريكا الفالق بتاع سان اندرس حاطين له تيم كبير يشوف الفالق ده بيتحرك قد ايه في السنه، بحيث ان هم يعني يضمنوا انه ما يعملش اي مشاكل للناس هناك. هنا ما عندناش حد بيراقب الفوالق دي خالص، رغم ان الفوالق دي فوالق كبيره ما هي صغيره، وبالتالي ممكن تاذي في اي وقت. طبعا يعني في ناس يقول لك ايه، هي بتمثل خطوره؟ بتمثل خطوره، لان لو اتحركت تحت اي ظروف بتعمل يا اما براكين يا اما زلازل يا اما حاجه بتمثل دمار. فهنا دي الحته اللي انا بقول ان لازم يبقى في ناس بتراقب الفوالق دي. يعني انا دخلت على الفالق بتاع اللي هو بتاع المقطم، حاولت اشوف اي حاجات مكتوبه عنه، لقيت حاجات من قديم الازل من 100 سنه بس مثلا، مفيش بعد كده حد اتكلم عنه، رغم ان كل شويه تسمع دي وقع، حصل حجر وقع، حصل مش عارف ايه. الناس فاكره ان دي حاجه عاديه، لكن ده نتيجه عن تحرك الزلازل الفوالق دي. فحتى يعني وجود فريق يشوفها هي بتتحرك ما بتتحركش، الفوالق بتاع البحر الاحمر بتتحرك ولا ما بتتحركش، دي مهمه جدا. فلازم الدوله يبقى في فرق تراقب هذه الفوالق، لان دي من اهم حاجه وممكن تعمل كارثه في اي وقت. تمام. ممكن حضرتك تكلمنا اكتر عن طبيعه الارض في الفيوم؟ الفيوم دي عباره عن واحه قديمه جدا. الواحه عباره عن دوم، شكل دوم، والقلب بتاعه العوامل التجويه والتعريه بياكله.
فيبقى القلب كله واطي لتحت والجوانب عالية، فدي طبيعة الفيوم. نتكلم بقى عن بحر موريس اللي هو اللي بقى بعد كده بركة قارون. البحر ده فيه اتصال بين البحر الأبيض المتوسط وبين النيل فيه، ولذلك المية بتاعتها براكش يعني نص ملحة بتاع بركة قارون. طبعا الفيوم فيها محميات طبيعية مهمة جدا جدا، فيها يعني فيها الصحراء البيضاء من الحاجات اللي لازم كل المصريين يروحوا يتفرجوا عليها. منها الصحراء البيضاء هتلاقي فيها اللي هي اللي بيتكون منها الكريستال، اللي منها الازاز ده اللي انت بتشوفيه ده، منها اللي هي الديزرت فلاورز اللي هي زهر الصحراء، في حاجه وادي اسمه وادي البطيخ اللي هو الديزرت ميلون ده كبيره جدا. يعني الفيوم فيها حاجات لازم الناس تشوفها كلها، يعني ماهيش حاجه يعني حاجه غير عاديه. طب دكتور محمد ايه هي النيازك؟ النيازك بقى هنيجي الناس طبعا من الحاجات المهمه جدا الناس لازم تعرفها ان في حاجه اسمها الكوميت اللي هو الشهب اللي هو بينزل كده بديل وحاجه كده نازله حمراء كده هي ملتهبه، وفي النيازك. النيازك دي عباره عن قطع من الصخور بتبقى واقعه يا اما من القمر يا اما من المريخ. الظريف في الموضوع ان اللي اكتشف الكوميت ديت او والنيازك القدماء المصريين، وكانوا مسميينها هيفنلي فاير او هيفنلي فاير يعني بتاع ده نار السماء هيفنلي فاير. تخيلي بقى هم وكاتبين ومنزلين حاجه عنها في الكتابه الهيروغليفيه بتاعتهم. فطبعا النيازك عندنا في مصر في انواع كتيره، منها اللي هي في نخل سموه نخولايت، منها في الكاماسايت اللي هو موجود في جبل كامل، في منها في الصحراء البيضاء اللي هي الجلاس روك اللي هو نازل من القمر، كل دي نيازك. وفي منها بقى في منطقه الجلف الكبير، دي منطقه كبيره جدا. المنطقة الجلف الكبير دي على حدود مصر مع ليبيا مع السودان، دي المنطقة دي من المناطق اللي هي فيها نيزك كبير جدا، المفروض المصريين يروحوا يتفرجوا عليه، الأجانب بيروحوا يتفرجوا عليه وياخدوا منه صخور. فالنيازك بالنسبة لينا هنا طبعا مش معروفة قوي. يعني انا طبعا بيجي لي نيازك من بره كتير، جاي لي من سريلانكا، يعني لان الناس حاسه ان انا مهتم بالحاجات دي وعايز اعرف الناس. يعني انا مثلا من الامثله الغريبه ان انا ماشي في الشارع لقيت حته زلطه حسيت انها فيها حاجه غلط، بعت حللتها في اكتيف لاب في امريكا، طلعت انها نيزك، حته نيزك وزنها حوالي نص كيلو مرمية في الشارع لأنها زلطة. هي نيزك عامل زي الزلطة بالظبط، يعني هتشوفيها البني آدم العادي عمره ما يعرف إن ده نيزك خالص. شبه الزلط نفس اللون؟ هو زي الزلط، زي الزلط، يعني زي الحجر، زي أي حجر. هفرجك على نيزك اسمه يورولايت،
تقولي عليه ده حته طفره مثلا بتاع، انما عشان نعرف ان هو نيزك بنعمل الاتي: بنعمل تحاليل، وتحاليل مهمه جدا جدا ما بنعملهاش في مصر طبعا، هي بتتكلف كتير جدا، ومن التحاليل دي بنطلع شهاده ان ده نيزك، من غير كده ما نقدرش نقول عليها ان هي نيزك ابدا. تمام. حضرتك ممكن تكلمنا عن الغابات المتحجره في مصر؟ الغابات المتحجره في مصر مهمله تماما. موجوده فين؟ في غابه متحجره في المعادي اللي هي وادي دجله، في غابه متحجره اللي هي في حي الاشجار، في غابه متحجره هنا في عند تل الزلط، في كل حته في مصر، بس الغابات المتحجره بتاعت مصر كلها من عصور يعني جديده. يعني جديده يعني ايه؟ يعني من 28 مليون سنه ل 35 مليون سنه. في بلاد تانية في العالم الغابات المتحجره بتاعتها 200 مليون سنه وحاجات بالشكل ده، لكن احنا الغابات المتحجره دي المفروض ان احنا نهتم بيها كمناطق محميات طبيعيه، ما نهدرهاش بالطريقه دي. في نهاية حلقتنا نتوجه بالشكر للجيولوجي والعالم الكبير دكتور محمد الجزار، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. أنا متشكر جدا ومبسوط بوجودكم معايا، وإحنا سعداء بحضرتك وسعداء بالمعلومات اللي عرفناها من حضرتك النهاردة، شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، بالخير نتفائل وبالعلم والعمل والتخطيط والأمل تتحقق الأمنيات. نتقابل الأسبوع الجاي وحلقة جديدة وموضوع جديد وبنتكلم مصر.